هاي بالوقت اللي عدد كبير من المجتمعات اليوم بيحد دور المرأة بالعمل المنزلي وتربية الأطفال، عائلة الزوج بالمجتمعات اليونانية القديمة ما كانت تتقبل المرأة كربة منزل لغاية ولادة طفلة. ربة المنزل بالعصور الوسطى كانوا ممنوعين من الانفصال عن زواجهم أو بيتهم لحد ما يصيروا أرامل. نساء الفقيرات بهالعصر كانوا مجبورين يربوا ولادهم، يهتموا بالبيت ويزرعوا الأرض، وعدد كبير منهم كان يموت قبل عمر الأربعين سنة. إحدى جمعيات بالنروج غيرت اسمها من The Housewives Association ل The Women and Family Association لما عدد المنتسبين لإلها قل من 60,000 ل 5,000 لأنه بيعتبروا كلمة Housewife محرجة. مين قال إنه استفتى حديث ببريطانيا أجري على عدد من النساء العاملات دل إنه معظمهم ما عندهم مشكلة يصيروا ربات منزل ويعتمدوا مادياً على أزواجهم؟ أنا قال بشوفكم بكره.